احساس ليوسف طبعا احساس بالفخر وبالفرحه وبكل حاجه حلوه في الدنيا. الحمد لله ان ربنا كرمني وقدرني ان انا اقدر اوصل للانجاز ده. طبعا انجاز كبير لمصر قبل ما يكون ليا. بشوف ان الدراسه والرياضه بيمشوا في خطى واحد، يعني اللي بيدور على النجاح بيدور عليه في كل مكان. بالعكس انا كنت بشوف ان الرياضه بتنفعني جدا في الدراسه، بتخليني اخرج النيجاتيف انرجي اللي عندي، اقدر ان انا اكمل دراسه بعد كده. ارجع لو انا الخنقه اللي بتحصل لاي واحد، انا مخنوق من الدراسه مش قادر اذاكر، لا كنت ساعتها بنزل التمرين، يعني اخلص تمرين انا برجع فريش اقدر ان انا اذاكر. ان شاء الله بجهز لبطوله العالم في شهر 11 باذن الله، هي في نص 11 ان شاء الله تقام في دبي، دعواتكم بقى باذن الله. انا بشوف ان اللي عايز ينجح في حاجه بيفضل وراها، فاللي عايز ينجح في الدراسه هينجح، واللي عايز ينجح في الرياضه هينجح، واللي عايز ينجح في الاثنين مع بعض هيعرف يعمل ده. هي كانت الفكره بس كلها معتمده على تنظيم الوقت، انك بس تبقى عارف انت بتعمل ايه امتى وازاي. طبعا يعني ده شيء طبعا يسعدني جدا ان كل المصريين شافوا اللي حصل في البطوله، وان يمكن كومنتاتهم وتعليقاتهم هي اللي يمكن قللت من زعلي شويه وحسنت من حالتي النفسيه على اللي حصل. ان انا شفت ان الناس كلها شايفه ان انا اتظلمت، وان هم كانوا كلهم بيدعموني وشايفين ان انا كنت استحق الذهب. حظ الصيادله الحمد لله السنه دي ان احنا كان 2 من الـ6 صيادله، دكتوره فؤاد الحائزه على الذهبيه ودكتوره جيانا حائزه على البرونزيه، فان 2 من 6 فدي حاجه تدينا الفخر قدام المجتمع المصري ان احنا كصيادله ربنا زي ما بيقولوا توج مجهود الجيش الابيض بعد اللي شفناه في السنتين الاخاره من معاناه او كده بوفدتين من صيادله مصر. السعاده اللي انا حسيتها هي مشوار 21 سنة تعب ومجهود وسهر وبطولات، كل ده حسيته في الثانية اللي جيانا أخذت فيها الميدالية، عدى الشريط ده بقى قدام عيني كده. فحسيت الحمد لله ان طبعا ربنا كرمنا وفي الاخر قدرنا نحقق حاجه لمصر قبل ما تكون لينا. طبعا احساسي ما توصفش، يعني انا متهيألي اني مش هقول مصر بس، ده العالم كله شاف الفيديو ده. كانت مشاعر، والله كانت مشاعر ام اني بتنفسها ان بنتها توصل لحلمها، ولما وصلت لحلمها كنت في قمه سعادتي، كنتش عارفه اعبر ازاي غير بدموع الفرح واحساس داخلي كده كان طالع مش عارفه صار. بعد كده لما اتفرجت على نفسي ما كنتش مصدقه ان انا اللي كنت كده، فالحمد لله الحمد لله.